بعدنا لا احنا نهضروا الحقيقة شو بيعد يمر شو معليش أمساك غيركم. يك انا نهضر لك احنا ماذا بينا نعرفوا؟ احنا نهضروا الحقيقة كل من تاعنا ما يقبلش يكون عالي عليه هل والله اللي نزل الكلمة علاه كي خرج للماكي كان بنو علي أيت حمود عمر ما يحضرش الاجتماعات جات عليه باطل شوية ثم قتل قتل القايد لغد حمود وقتل شكون اللي قتل القايد دحمون؟ كريم كريم ايه قتل عمر 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 قتل واحد جوج هكذاك ايه المهم ايه راح لي جات من تاعنا جدي معليش معليش عم سعد ما يهمش المهم هكذا كي كان كي كان بني وعلي ويسحب مودام عمر والله يكون قاعد في هذا الريفيش كي عيد حمود عمر ماشي عميروش عمر كي يلقاوه فقا يوذعي جوج ميتين كيا والله اللي يقول له يا اليهود يخرج يا اليهود شكون اللي يقول له الواحد اخر خرج يا اليهود؟ ها شكون؟ عيد حمود عمر مع بني وعلي يقولوا الكريم خرج فقا يوذعي سماه هما كانوا سماه كانوا حقرينه هذا الزوج هذو كانوا حقرين ما يأمنوش ايوا لا ما يأمنوش لا والله كما نقول لك والله ربي وكيل والله ما يقولوا له اخرج ايو ذاك يا اليهودي افق 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 والله ما يحضر في الاجتماع يعني جوج بطل على كي يقبض المسؤوليه ما يطيقش قط تما انتقم من بعض الاشخاص اللي كانوا يعني اللي كانوا يحقروا فيه. ايه بعض المسؤولية انتقم. انه ليش سهل علي ما. لا. المهم عم السعد دوك